ما لاحظناه يعني من خلال الحملات الأخيرة اللي قاموا بها أعوان الرقابة، يعني شفناهم راحوا بكثرة لمحلات الأكل السريع إلى غير ذلك، تفقدوا المأكولات النظافة إلى غير ذلك، يعني وهذه نقطة يعني إيجابية تحسب لهم. أكيد بطبيعة الحال هنا نشوفوا يعني حتى لما نشوفوا في مصالح وزارة الصحة دائما ما تذكر بعض الأرقام حول التسممات الغذائية، وتبقى يعني مواقع التواصل الاجتماعي وحتى القنوات يعني وسائل الإعلام هي من بين الوسائل التي تساهم في ضبط هذه العملية، وخاصة تحسيس المستهلكين بضرورة يعني تفقد السلع. يعني إنسان كي يروح يشري حاجة لازم يتأكد أنها يعني صالحة حتى كي يأخذها للبيت تاعه، ما يمدهاش دائما يعني الأطفال تاعه بشكل مباشر، لازم حتى يدوقها يتأكد منها. والمشكل الكبير اللي رانا نشوفوه في السنوات الأخيرة انه هناك ظاهره جديده تاع يعني لي سال دي فات اونوار، يعني الاعراس خاصه الاعراس انا نشوفوا فيهم لا من داروا في المنازل، اللي داروا في بعض الخيم، اللي داروا في بعض الاماكن التي لا تصلح، يعني ما عندهاش الرخص وما عندهاش حتى مصالح وزاره التجاره، ما تقدرش تراقب انسان اللي ما عندوش سجل تجاري. يعني اكيد. وهل في يعني حملات رقابه على هذا مثل هذا النشاطات؟ هذه النشاطات هي تمشي يعني بالتبليغ، اذا كان الحس المدني لدى المواطن الجزائري يعني مرتفع، يعني من هذا المنبر نوجه لهم نداء انهم يعني كيشوفوا بعض يعني يعني الاماكن التي تقام فيها مثل هذه الافراح والمناسبات لازم يبلغوا عليها، لانه كاين شروط للنظافه، شروط للتخزين، شروط لصناعه الاكل، يعني باش تخدم الاكل لازم عندك شروط. كل هذه الشروط اذا ما كانتش متوفره، حتى شروط الحمايه للاشخاص اللي ياكلوا سير بلاس، يعني من ذاك نسمعوا في بعض الاحيان من يكون حريق ولا يكون نوع من هذه الامور ونسمعوا حتى ضحايا كبيره. علاش؟ لانه هذه الاماكن غير مجهزه بوسائل اطفاء الحريق، يعني اجهزه مخارج النشده وغيرها من هذه الامور. يعني هنا في ريوميزير نمشوا يعني في حملات تاع التبليغ على مثل هذه الاماكن التي لا تصلح لمثل هذه المناسبات، وخاصه في فصل الصيف التي تكثر فيه المناسبات والافراح.